المرة دي مفيش مجال للهزيمة. أمال أنا بعمل إيه؟ المرة دي يحيى محاصر من كل الجوانب، سينو معانا وأنا حسافر معاه في زمن دخول الإسكندر مصر، يعني ما عندوش فرصة يخدعنا. ولو يحيى فعلا جاب لنا السيف هنسلمه سينو؟ سينو جميل قوي. سينو انت الاجمل يا جميله هانم. يا خوفي منك. احنا المره دي فريق واحد، اوعوا تنسوا. عمرنا ما هنبقى فريق واحد. انتوا بتساومونا على واحد مننا، وعشان كده بننفذ طلبكم. هتقول انت كمان حاجه ولا نتكل على الله نطلع رحلتنا؟ الفريق الواحد لازم يحبوا بعض. ما تنسوش. اتروعة. الإسكندر وجنوده وصلوا ونزلوا من أسطولهم عشان يستعدوا للتحرك في اتجاه منف. وهيتحركوا إمتى يا نونيا؟ مع ظهور الشمس هيبدأ جيش الإسكندر يتحرك. هتقدر يتحضر اللي قلنا عليه إمتى؟ في أسرع وقت. بقولكوا إيه، مش عاوزين هنا أسرار ووشوشة. قبل النهار لازم السيف يكون معانا. لازم، عشان نلحق نرجع وتسلمونا سيني. طبعا طبعا، بس خلينا الأول ناخد السيف. خريطة إيه دي يا بابا؟ خريطة المنطقة اللي فيها المكان اللي يحيى قال لنا عليه. دي كبيرة قوي، ما نشوف صورة للمكان وخلاص. الشغل لازم يبقى محترف. يحيى قال لنا في خطته إننا لازم نخطف سينو من وسطهم قبل ما هو وجميلة يرجعوا. وأنا بحاول أوصل لطريقة أخترق بيها نظام تشغيل الخوذة اللي قال لنا عليها يحيى. هو ده ممكن؟ أنا عارف إنه مش سهل، بس هحاول. رايق يا زبيد. لازم كل ده يتم في أسرع وقت. إحنا هنقسم نفسنا، فهمي هيحاول يسيطر على الخوذة، وأنا وإنتي وماما هنراقب المكان ده لحد ما نعرف هما بيعملوا إيه وبينزلوا إمتى، وهوب نطلع نجيب سينو، وهوب نتقفش وإحنا نازلين. لا يا حبيبتي ما تخافيش، هناخد بالنا. معلش يعني أنت حضرتك قسمت الأدوار ونسيتنا أنا، مع إني يعني ما تنسيش. صح، أنا نسيتك إزاي. خلاص ابقى تعالى معانا وراقب المكان. كده احنا رايحين نتفسح. كنوز، لازم تثقي فينا عشان نعرف ننفذ الخطة. أمرنا لله.